الهيئة العامة للاستعلامات بتنتقد رايتس ووتش، بتقول إن تقاريركم منحازة ومسيسة وغير مهنية وتخفي وتحرف الحقائق. معنى كده إن الحرب لسه مستمرة. طبعا وهتستمر، مش هتتوقف، مش هتتوقف، من المؤكد انها مستمره ومش هتتوقف، لان في اهداف مطلوب تحقيقها. أيوة. من وراء هذه الحرب لسه الاهداف ما تحققتش وبيصعب تحقيقها، فبتزيد جرعه الاستخدام الاعلام او الوسائل الاعلاميه في هذه الحرب مجددا. طيب ادوات الحرب اختلفت، يعني ما زلنا في حرب. طبعا الادوات اختلفت. انا شوف اقول لحضرتك حاجه، مش عارفه خضتني في الاول لما قلت لي انها مش هتخلص. لا بالعكس، ده يجب ان احنا نكون متنبهين ويقظين لده عشان نقدر نواجهه. ده مش معناها ان احنا نخاف. أيوة. او نشعر بالقلق او الانزعاج، بالعكس ده معناها ان احنا نتسلح باليقظه ونبقى متنبهين لخطوره ده. في تقرير مصدره سعودي. أيوة. بيرصد 6000 خبر ومقاله وتقرير خبري حول حادث اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. أيوة. في فتره 10 ايام. 6000. تمام. ما احنا كمان ده معناها احنا كمان بنتكلم